ننتقل إلى الحدث اللبناني، حيث أعلن وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته من منصبه بعد أكثر من شهر من إثارة تصريحاته بشأن اليمن خلافا مع السعودية ودول خليجية أخرى. وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن استقالة قرداحي كانت ضرورية، بينما أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن أمله أن تضع الاستقالة حدا للخلل في العلاقات بين بلاده ودول الخليج. وصدر بيان الاستقالة. وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الذي أثار الجدل بتصريحاته عن الحرب في اليمن، وساهمت تصريحاته تلك في أزمة دبلوماسية لبنانية سعودية، وبعد مناشدات عديدة يستقيل من حكومة نجيب ميقاتي. فهمت بأن الفرنسيين يرغبون في أن تكون هناك استقالة لي تسبق زيارة الرئيس ماكرون إلى الرياض، وتساعد ربما على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان ومستقبل العلاقات اللبنانية السعودية. لذلك قررت التخلي عن موقع الوزارة على أن أظل في خدمة وطني حيثما أكون. استقالة يفترض أن تشكل مدخلا لحوار بين لبنان والمملكة، لكن يبدو بحسب المعنيين أنها لن تسهم في حل أزمة عدم انعقاد اجتماعات الحكومة. الرئيس ميقاتي من سلم أولوياته بالمرحلة القادمة إن كان تصحيح العلاقة مع الخليج العربي أو كذلك يعني عقد مجلس وزراء، لأنه صارت حاجة أكثر من ملحة بهالمرحلة، ورح يكون في شغل عليه بعتقد ابتداء من بداية الأسبوع القادم. بحسب أوساط سياسية مطلعة، تأتي الاستقالة كورقة فرنسية لا لبنانية فقط تجاه السعودية، وسط إجماع على أن حل الأزمة الدبلوماسية أبعد بكثير من ورقة بتوقيع وزير. استقالة هي الخطوة اللبنانية الأولى تجاه السعودية ودول الخليج، يأمل كثيرون أن تشكل مدخلا لحل الأزمة اللبنانية الخليجية ولحل أزمة لبنان أقله من الجانب الاقتصادي. جيسن الحشقوري، العربي، بيروت. وبدوره أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله أن يتمكن لبنان من إحراز تقدم خلال الساعات المقبلة، داعيا الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية إلى دعم اللبنانيين. نحن نعمل كي تتمكن حكومة السيد ميقاتي من الاجتماع والعمل بشكل طبيعي لخدمة اللبنانيين، كما سنعمل ما يلزم لإشراك دول المنطقة في الوقوف إلى جانب لبنان. من المهم أن تقف دول الخليج كما هي عليه تاريخيا المملكة العربية السعودية إلى جانب اللبنانيين في حياتهم اليومية ومساعدتهم أيضا في الانفتاح الاقتصادي. لم نصل بعد إلى نهاية الطريق، لكنني آمل أن نتمكن من إحراز تقدم خلال الساعات المقبلة. ونعود لجويس الحاج خوري مراسلة العربي التي تنضم إلينا الآن. جويس، يعني جملة ردود الفعل على استقالة قرداحي، وأيضا يعني تحديدا الثنائي الشيعي، كيف يتعاطى مع هذا التطور؟ بحسب المعلومات ديما، فإن الوزير جورج قرداحي وقبل كتابة بيان الاستقالة أو قبل اتخاذ هذا القرار كان قد أبلغ الثنائي الشيعي وأبلغ مرجعيته أي تيار المردة بنيته الاستقالة، وبهذا الاتصال الذي جرى قبل 3 أيام بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي، وأبلغهم بذلك ويقول بأن كان هناك تجاوب وكان هناك استجابة لهذا التشاور، وكان هناك قبول بأي قرار يتخذ من قبل الوزير قرداحي، خصوصا وأن الاتصالات التي جرت لم تجري فقط بين الجانب الفرنسي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وإنما أيضا كان هناك اتصال من مسؤولين فرنسيين بجورج قرداحي لطلب هذا الضمان أو هذا الورقة من قبله للتوجه بها إلى المنزل.
المملكة العربية السعودية. يقول حزب الله بأن الخيار متروك للحلفاء باتخاذ مثل هذه القرارات، وهو تراجع عما كان قد قاله في خطابات سابقة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن هذه الاستقالة مرفوضة، وهي وأن الكرامة وحفظ الكرامة هي بالأولوية وليس ما يطلبه الخارج. ولكن اليوم نرى بأن هذا الخارج، أي فرنسا، طلبت وتم تلبية هذا الطلب من قبل الجانب اللبناني أو أحد الأطراف اللبنانية. ولكن اليوم تتجه الأنظار أكثر إلى ما سيحمله أو ما ستكون نتيجة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة العربية السعودية، تحديدا في الملف اللبناني. وهناك بعض الإيجابية لدى أوساط رئيس الحكومة بأن يتمكن الرئيس الفرنسي إما من إعادة بعض الشيء، بعض الحياة إلى العلاقات الدبلوماسية، وإما بالحصول على ضمانة أو وعد سعودي باستقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإعادة إطلاق الحوار بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية، خصوصا وأن الجانب اللبناني يعتبر أن هذه الأزمة الدبلوماسية لا يمكن أن تحل إلا عبر حوار مباشر مع المملكة. ولكن كانت هناك إشارات أيضا اليوم، إن كان من رئيس الحكومة أو من وزير الداخلية، تحديدا فيما يتعلق بتهريب الكابتاغون إلى المملكة العربية السعودية، وعد بضبط الحدود البرية والبحرية في هذا الإطار، ووعد بحماية الأمن والأمان الاجتماعي إن كان اللبناني أو الخليجي. ديما، شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري، مراسلة تلفزيون العربي من بيروت.